ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. ما هو هذا العمل؟ وش يا شباب؟ ها؟ ذكر الله. طيب الله يحب أنك تذكره، أكثر ذكره. لماذا؟ لأن الله يقول وأنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إيش؟ حيث ذكرني. فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أكثر من الذكر. لماذا؟ لكي تكون فعلا تتقرب إلى الله بالشكل الجميل. ربك يحب التوابين، خليك مع التوابين. ربك يحب المتطهرين، خليك مع المتطهرين. ربك يحب الذين يقدمون مراد الله على مرادهم، كالذي مثلا مثل إيش؟ اللي يترك النوم يروح يصلي الفجر في المسجد، هذا قدم مراد نفسه ولا قدم مراد الله عز وجل؟ هذا قدم مراد الله. قدم مراد الله عشان تثبت فعلا أنك فعلا جالس ترضي ربك، فتكون من الذين يتقربون إلى الله عز وجل. لما تكثر الذكر وتكثر الصلاة وتكثر الصدقة وتكثر التوبة وتكثر كل شيء يحبه الله، ما الذي يحدث لك؟ تدخل في هذا الحديث العظيم الذي يقول فيه الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي. يتقرب فعل ماضي ولا مضارع؟ فعل مضارع. ما معنى المضارع؟ ماذا يفيد؟ الاستمرار. يتقرب إلي بالنوافل، ما قال بالفرائض. لماذا؟ لأن لا تقبل النوافل حتى تؤدى الفرائض. هذا منتهين بالفرائض، يعني منتهين من الصلاة والصيام والزكاة والحج. احنا نتكلم الآن عن النوافل اللي هي إيش؟ اللي هي الذكر والصدقات والأعمال الصالحات. فما يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألنا لأعطينه، ولئن استعاذنا لأعيدنه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. شوف عطاء الله لك وعطائك أنت لله. ماذا قدمت أنت؟ بس حركت لسانك في الذكر، فإذا بك ترفع في السماء وتذكر في الملأ الأعلى، وتأخذ الحب من الله عز وجل. فأكثر من الإقبال فيقبل الله عز وجل إليك أكثر. إذن أنت ضعيف، تعلق بقوي وليس هناك أقوى ولا أعظم من الله. أظهر فقرك، تقرب إليه بكل ما تستطيع من الأشياء التي يحبها، علشان تغنم أعظم الغنائم وهي حب الله عز وجل لك. لأن الله إذا أحبك أحبك أهل السماء. الآن الناس تبحث عن الشهرة. لو مثلا الآن ظهر مثلا في الصفحة الأولى في أحد الجرائد اسمك ولا صورتك وكذا، تعلقها في المجلس وتعلقها في الصالة وتعلقها في المقلط وترسلها لأهلك وتشغل خلق الله فيها. لماذا؟ أصبحت مشهور بين الناس. يا أخي ابحث عن الشهرة الحقيقية. الشهرة الحقيقية مين هذه؟ هذه شهرة زائفة. الشهرة الحقيقية أن تكون مشهور في السماء، هذا الشهرة الحقيقية. أن يكون يعرفك الخلق الكثير. كم عدد الملائكة؟ الواحد صار يعرفونه مليون واحد استانس. طيب كم عدد الملائكة؟ أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع وموضع شبر إلا وملك ساجد لله. كل هؤلاء يحبونك لأن الله أحبك وجبريل أحبك. ثم ماذا فوق هذا بعد؟ ويطرح لك الله ماذا في الأرض؟ يطرح لك القبول. طيب إيش نستفيد حنا؟ ماذا نستفيد بأن يطرح لنا القبول في الأرض؟ إيش الفائدة؟ في فائدة مهمة أنا بعطيكم الفائدة. لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس مع الصحابة ومرت جنازة، أثنى الناس عليها بخير. يعني طرح لها الله القبول ولا ما طرح لها الله القبول؟ طرح لها الله القبول، ولذلك أثنوا عليه. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال وجبت له إيش؟ الجنة. ليش؟ أنتم شهود الله على خلقه. هذا فائدة أن تطرح لك القبول في الأرض. ولذلك اجعل همك الدعوة، اجعلوها في قلوبكم، ولازم كل يوم تسوي شيء لله. الله أعطاك كل شيء، أعطاك الصحة وأعطاك الأمن وأعطاك وأعطاك وأعطاك. إيش أعطيت الله؟ ماذا قدمت لربك؟ كل يوم اسأل نفسك قبل ما تنام، أنا اليوم إيش سويت لله؟ ماذا قدمت لربي؟ صليت، صلاتك لك دي. قرأت قرآن، هذا لك. قمت الليل، هذا لك. صمت، هذا لك. هذا ما حد يستفيد منه إلا أنت. لا، إحنا نبغى ماذا استفاد منك الناس؟ هل نصحت أحد؟
هل وصلت مقطع طيب لأحد؟ هل تصدقت على أحد؟ هذا العمل اللي يسمونه إيش؟ المتعدي اللي ينفع الآخرين. نبغاك كذا كل يوم، لازم يكون لك عمل. وتذكر قبل شوي إيش قلت لك، أنت إيش؟ أنت مكشوف تراك، لا تظن أنه فيه شيء يخفى على الله. انتبهوا من الشهوة الخفية يا إخوان، لأن بعض الناس مثلا يعني يظهر بوجه والباطن شيء ثاني، هذا يمشي على الناس صح، لكنه لا يخفى على الله عز وجل. ولذا في أمور اللي بينك وبين الله اصدق وانتبه تلعب، خليك واضح. إذا الصدق الهم، قلنا إيش؟ قلنا الصدق مع الله سبحانه وتعالى. الثالثة العلم، حاول تتعلم العلم. طيب العلم يحميك، العلم يعينك، العلم يسددك، ولكن أيضا أحذرك من أن تجعل هذا العلم وسيلة لهلاكك. كيف يكون الإنسان أو أن العلم كيف يكون وسيلة لهلاكك؟ عندما تتكبر على الناس مثلا، عندما تزدل الآخرين، عندما تنظر إلى الناس إلى أنهم أجهل منك. الآن الشيطان يا أحبابي عنده نوعين من الكبائر، نوع الكبائر الظاهرة، ونوع آخر اللي هو الكبائر إيش؟ الخفية. الكبائر الظاهرة مثل إيش؟ يعني الكبائر الذنوب اللي واضحة، مثلا الشرك، السحر، هذا كله كبائر ظاهرة. الشيطان كيده ضعيف لكن مكره عظيم. لا تستهين بالشيطان، لأن الله عز وجل ذكر وصفه وقال أن كيده كان ضعيفا. نعم هو ضعيف، بمعنى إيش؟ معناه أنه ما عنده إلا الوسوسة. وما عمركم أحد جاء بيطلع المسجد ولقى واحد قال وش عنده؟ قال أنا إبليس، رحت تصلي بكسر رجليك؟ أبدا ما يطلع لكم، لكنه يجيك يوسوس في قلبك، هذا معنى كيده. لكنه مكار، أكبر منك بيوم، أعلم منك بكم، كم عمره إبليس؟ ترى من عهد آدم هو شغال، مروا عليه الأذكياء والأغبياء والأقوياء والأغنياء والفقراء كلهم، ولذلك هو قاعد يفتش فيك يدور. عشان كذا انتبه منه، انتبه منه. ما هي الكبائر الظاهرة؟ وضحنا. طيب وش الكبائر الخفية؟ من يعطينا مثال عليها؟ ها؟ أحسنت، العجب. الشيطان ما راح يجيك أنت الآن وأنت ما شاء الله عليك مطوع وريحتك حلو، يقول لك احلق ريحتك، مستحيل ما يجيك، لأن هذه كبيرة إيش؟ ظاهرة. لكن يجيك يقول والله يا لحيتك إنها أطيب من لحية هذا، هذا اسمه إيش؟ العجب، فيخرب عملك ويصل يدخل عندك نية سيئة، فإذا بك تنتكس من حيث لا تشعر. ما الذي جعل للأسف نسمع أخبار المنتكسين ينتكسون؟ ليش؟ لا يمكن أن لا يمكن أبدا أن يسلب الله منك نعمة إلا إذا أنت السبب. ما الدليل؟ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى إيش؟ يغيروا ما بأنفسهم. طيب اللي في نفسك من يعلمه؟ ما يعلمه إلا الله. ترى يمكن هيكلك على ما أنت عليه، ما زالت لحيتك حلوة ودشتاشتك قصيرة، وما زالك ما شكلك ما شاء الله، لكن داخل خربان. إذا رأى الله عز وجل ما تستاهل الهداية سلبها منك. الهداية ذي نعمة، ترى الهداية نعمة. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إذا نعمة الهداية ذي نعمة، لا تظن أن الإنسان هذا الذي فتح الله على قلبه هذا موفق، هذا هو التوفيق. والله التوفيق يا أخي الكريم أن يرزقك الله الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة إيش؟ طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ ترى الحياة الطيبة ما لها دخل في جسدك، ما لها دخل بطل كمال أجسام، يمكن معاق شلل رباعي وتعيش الحياة الطيبة، لأن مقرها وين؟ الروح، القلب، وهذا شيء لا يتحكم فيه إلا الله عز وجل. ولذلك انتبه من العلم، اجعله عون لك، اطلب العلم لكن لا تجعله سببا في هلاكك. أنا أطلت عليكم الحديث يا أحبابي، ولكن أنا خلاصة ما فات ببساطة، كلنا ضعفاء، يجب أن نستند على قوي وهو الله عز وجل، واستنادنا لهذا القوي بأن نتقرب إليه بكل ما يحبه هو من طاعة ومن عبادة، فكلما أقبلنا ثقوا أن الله أكرم مما تظنون.
وأسهل من تتعامل معه هو الله عز وجل. أذكره بس يذكرك، تذكره في ملأ يذكرك في ملأ خير منه، تتوب إليه يفرح بك، ما تطرق بابه يغضب عليك، ترفع يديك إليه يستحي أن يردك. هذا هو الله عز وجل.